بكل صراحة أنا ماني عبقري التشخيص وما عندي قدرات خارقة، أنا بس دكتور. إجيت على هالمشفى لسبب واحد، لأمنع حدا يخسر أخته أو أمه أو ابنه. لأنه نحن أمل أهل المريض يلي ناطرين يسمعوا منا خبر حلو يفرح قلوبهم، ونحن منكون أمل مرضانا يلي ماسكين بإيدينا قبل ما يلفظوا أنفاسنا الأخيرة. ولو وقفت الدنيا ما منقدر نوقف، نحن بحاجة للقوة لنقدر نكمل مشوارنا. ولهيك يا ريت تقلولي كيف فيني أقدم المساعدة. احصل على عرض بدل شهر 3 عند اشتراكك بشاهد.